حسمت الحكومة أمرها وأصدرت مجموعة من القرارات لمواجهة الانتشار الكبير لوباء كورونا، منها طبعا التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي وإغلاق الحضانات حتى نهاية العام، إضافة إلى قرارات أخرى. قرار إغلاق الحضانات أثار ضجة كبيرة خاصة في أوساط النساء العاملات اللواتي تساءلنا عن مبررات هذا القرار، ولا سيما أنه لم يثبت وفق دراسات غربية أن الحضانات شكلت بؤرا لانتشار المرض، إذن لماذا هذا القرار؟ في مقابل ذلك هناك من يقول أنه في الحروب كما هي المعركة على هذا الفيروس ينبغي أن يشارك الجميع في الجهد المطلوب، وتقول وجهة نظر متداولة إنه من حيث المبدأ فإن عدد النساء اللواتي يضعن أبنائهن في الحضانات لا يتجاوز 15,000 امرأة، بعضهن لا يعمل. لمناقشة هذا الموضوع وتفكيك تفاصيله والإجابة عن الأسئلة الملحة بخصوصه نستضيف اليوم الناشطة سهر العلول من مؤسسة صداقة لحقوق المرأة الاقتصادية. صباحك سعيد. صباح النور، أهلين. لنتحدث أكثر عن تداعيات هذا القرار وكيف تفصلين هذا القرار. نعم، هذا القرار هو في الحقيقة في سياق الوباء هو القرار الثاني بإغلاق الحضانات. في المرة الأولى كانت في شهر 3 إذا بتذكر معاذ لما تم الإغلاق الكامل. نعم. وإحنا من هذاك الوقت لحين عودة الحضانات، لأنه إذا بتذكر في هذاك الوقت أيضا القطاعات الأخرى عادت إلى العمل تدريجيا. صحيح. وفق معايير معينة، لكن الحضانات تم التغاضي عنها وتم اعتبارها من القطاعات التي لن تعود، على أساس أرفقوها بنفس الفلسفة اللي أرفقوها بالمدارس. ولكن إذا أنا بدي أطلع على موضوع الحضانات بشكل عام، ليش هذا الضغط القائم عليه خصوصا هلأ في هذا القرار المفاجئ والمباغت الصراحة؟ لأنه كل على مدى 7 أشهر الماضية كانت كما أشرت كل الدراسات العالمية أثبتت، وآخرها دراسة قبل أيام لمعهد الصحة الألمانية اللي الحكومة الألمانية بتستند عليه في سياساتها بمكافحة الوباء والجائحة، قالت إنه دور الحضانة بالتحديد الانتشار فيها شبه معدوم 1%، وحتى تفشي الوباء بين الأطفال من خلالها قليل جدا. فالمفاجأة كانت بأنه إلحاقها بقرار استمرار التعليم عن بعد وإغلاق تام. ليش أرجع لموضوع ليش الحضانات ولماذا هذه الضجة واللي صارت على مدى 48 ساعة الماضية؟ الحضانات وقطاع الرعاية لازم تتطلع عليه هو قطاع داعم ورديف وعصب لكل القطاعات الأخرى. نعم. لأنه إذا بدي أطلع مين اللي موجود بالحضانات، هو ما أطفال العاملين والعاملات، هم أطفال الأسر العاملة. فالأسر العاملة عشان تقدر تطلع الصبح وتلتحق بوظائفها وتدفع عجلة الاقتصاد للأمام لازم يكون في رعاية وفي خدمات رعاية تدعم هؤلاء الأطفال. هذا من جانب. الجانب الثاني، لأنه الأدوار النمطية اللي احنا بنعرفها والتقليدية، العبء الرعائي غير مدفوع الأجر من عناية بالأطفال والمنزل والتسوق، وهو تحمله في 99% من العبء يقع على النساء. فإذا إحنا عمالنا منطالب النساء لازم تروحي على شغلك ولازم تكوني فاعلة، والأردن من الدول التي تفتخر بالإنجازات التي تمت في ملف مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل. قبل الجائحة بشهر 5/2019 تم تعديل قانون العمل لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية. صحيح. ومن ضمنه إيجاد حضانات في المؤسسات العامة وفق المادة بالمؤسسات والأماكن العمل، ليس فقط للأمهات بل نجحنا بتعديله للأمهات والآباء. فهاي المادة المتقدمة جدا طبعا، غير عن نظام العمل المرن وإجازة الأبوة اللي أيضا وزعت العبء الرعائي، لأنه إحنا بنحكي اليوم حضانات ما بحكي فقط للأم العاملة هي بالمجمل، ولكن هي أيضا للأب. فهاي الإنجازات يعني نتراجع عنها في لحظة. تمام، نعم، الوضع الوبائي ومهم أنه يكون في سياسات للحفاظ على صحة المواطن والمواطنة بالشكل الأساسي، ولكن سياسات المكافحة في العالم كلها الإغلاق ترافق مع معايير تجديد ومعايير سلامة عامة، الكمامات، معايير العمل، التعقيم. والحضانات بالتحديد لما رجعت وتم إرجاعها تدريجيا للعمل في شهر 5 بالإغلاق الأول، كان هناك معايير صارمة
وضعت من قبل الجهات المختصة على رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، وكان في مساهمات لنا في صداقة بأنه نضعها معايير، يعني بدي أحكي لك أقل من مركز صحي بقليل، كمامات، لباس تعقيمي، زيارات من الطبيب المستمرة، فحوصات الكورونا. فهاي المعايير تضبط عملية الانتشار من جانب، تدعم، تجعل أنت النساء والرجال بخرجوا للعمل، بقدروا يستمروا خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي نمر فيها. يعني قبل الجائحة كان الوضع صعب، وخلال الجائحة صار أصعب، والآن إحنا بإغلاق الحضانات نمنع نصف المجتمع أو نصف هاي الأسر العاملة من الالتحاق. هذا رح نرجع له فيما بعد. نعم. ولكن يوم أمس كان هنالك اعتصام وعاصفة إلكترونية، تويتر، فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. ضجت بسبب اعتصام كان لأصحاب الحضانات وأيضا المتضررين. هل وصلتم لحوار معين مع وزارة التنمية الاجتماعية، أو هل وصل المعنيين لحوار معين أو لقرار خلينا نحكي في الأيام المقبلة سنشهده؟ نتمنى ذلك. الحقيقة اللي صار كان تلقائي. صاحبات الحضانات طلعوا على وزارة التنمية، وكما شاهدتم كان في لكم تغطية ممتازة أمس في رؤية على نشرة الأخبار، ووضعوا مطالبهم، وبالفعل تم استماع لهم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وحتى في 4 منهم دخلوا تحدثوا واجتمعوا لمدة ساعة ونصف في الداخل مع المعنيين. نحن يعني اللي بدنا نحكي أنه إحنا في دولة مؤسسات. نعم. والاستمرارية للسياسات هي الأساس، وهذا ما يعني نفخر به. فالأساس أنه الاعتماد على السياسات التي تم الأخذ بها والقرارات التي تم الأخذ بها بعد المشورة. يعني بهذا القرار اللي صار المفاجئ، أنا بحكي ومصممة أنه مفاجئ، لم يتم استشارة أي بيوت خبرة، لم يتم استشارة مؤسسات المجتمع المدني وهي معروفة والتي عملت على هذا الملف والتي عملت على إعادة الحضانات في الأساس، ولم يتم استشارة المؤسسات الوطنية أيضا المعنية بهذا الملف. فالأثر المباشر لإغلاق الحضانات أجزم أنه الحكومة لم تكن وضعته في صورة أخذ هذا القرار. الأثر المباشر، إذا أنت وهذا الرقم أكيد أنتم بتعرفوه بالإعلام، تقريبا 15% من الأسر الأردنية تشارك في إعالتها المرأة إن لم تكن هي المعيل الوحيد. اليوم لما وقفنا الحضانات تماما، هاي الأسر مين بده يعيلها؟ طيب غير هيك أنا بدي أحكي لك، معلش. نعم. معاذ، بس نقطة أساسية، بدك تغلق، بدك تشدد معايير السلامة، لازم يكون في دعم. صاحبات الحضانات يعني حضاناتهم تحتضر اليوم، اللي أنجزناه على مدى 10 سنوات الماضية في المنجزات التي تحققت لخروج النساء وهي ضعيفة، يعني 14% مشاركة اقتصادية للمرأة في سوق العمل، كل هاي رح توقع إذا لم يكن هناك دعم مباشر وفوري ومستمر لهذا القطاع اللي هو عصب الاقتصاد. نرجع لقرارات عدة اتخذتها الحكومة بعد قرار إغلاق الحضانات، ولكن لنقف على الواقع. معنا اتصال الدكتورة فاطمة فايز، وهي إحدى الأمهات المتضررات من إغلاق الحضانات. دكتورة صباح الخير. صباح النور. هلا دكتورة. معك. صباح. نعم، صباحك سعيد. كم ابن عندك في الحضانة؟ أنا عندي طفلين في الحضانة، 3 سنوات وواحد 3 شهور. طيب إذا بدنا نقيم الواقع وبعد القرار، دكتورة كيف بتقيمي هذا الواقع أنت، وبماذا تضررتي؟ أنا متضررة مباشرة، أنا يعني كل اللي بالعاملات في القطاع الطبي، طبعا طبيبات والممرضات، ما في محل، طبعا ما في بديل سليم يعني. نعم. إلى الحضانات، والقرار قبلوه باستياء شديد وكانوا جدا منزعجين منه. الكل كان عندهم سؤال، يعني سؤال طبيعي، انه انا وين، شو كيف بدي اتصرف باطفالي؟ نعم. وكيف بدي اعمل فيهم؟ يعني انا طفل مثلا 3 شهور ما بقدر احطه باي واحد من البدائل المتوفره. صحيح. دكتورة أنت في خط المواجهة الأول، أنت طبيبة وتعلمين خطورة هذا الفيروس وتعلمين الأثار التي ممكن أن تترتب لإصابة طفل لا سمح الله. اليوم أنت كنت تودي أطفالك حتى تروحي على شغلك، ولا كنت تودي أطفالك لقناعتك بدراسات عالمية بأن الفيروس لا ينتقل إلى الأطفال، أو حتى إذا انتقل للأطفال ممكن يكون أقل ضرر عليهم؟ هلأ
هي الحضانة ضرورة زي ما تفضلت ضيفتك، أنا بصبح عليها وهي يعني حكت وبفت. نعم الحضانة ضرورة، يعني إذا ما في حضانة أنا ما بقدر أروح على شغلي. نعم طيب إيش بتقترحي حلول؟ حلول الحلول طبعا ضيقة. نعم. بالنسبة للطبيبات تحديدا لأنه خيار العمل عن بعد غير وارد إحنا. صحيح. بالنسبة لنا يعني. نعم. ما في، أنا ما بقدر أشخص عن بعد ولا بقدر أداوي عن بعد، وفي بعدين بعض التخصصات فيها تداخلات طبية. نعم. فيها مثلا علاج بالليزر بالجلدية، في مثلا ناس عندهم شغلات ثانية، هاي ما يعني مستحيلة عن بعد طبعا. نعم. بس عفوا أنا ضيع السؤال بس. طيب لا أنا بدي أحكي حضرتك إيش الحلول اللي ممكن تقترحيها، يعني عندكم داخل المستشفى أو داخل العيادة اللي بتعملي فيها في عندكم حضانات، حضانة تثقي فيها بأنه افتحوا لنا مثلا الحضانات الموجودة في الوزارات أو الحضانات الموجودة في المؤسسات وإغلاق بعض الحضانات الأخرى؟ هذا موضوع فيه ضعف عام، يعني للآن ما في حضانات بأماكن العمل. نعم. أماكن العمل نادرا ما تلاقي فيها حضانات، وإذا تكون حضانة يعني تلاقي مثلا مش الكل بتشجع يحط فيها أبنائه. نعم. البدائل كانت انه يا اما احنا بناخذ اجازات من اجازاتنا السنويه، يا اما انه طبعا الاجازات مش متاحه للطبيبات للعلم يعني مخصوص القطاع العام، لانه بالعاده ما بيكون في بديل يسد مكان الطبيب اللي حتاخذ اجازه. نعم. يعني متوقع جدا انه رئيسها يحكي لها ما في مجال انا اعطيك اجازه لانه ما في حدا يسد محلك، مخصوص الايام هاي بالوباء ممكن انه واحد من الزملاء مثلا ينصاب وينحجر في البيت. نعم. الحل الثاني انه احنا نلجا للحضانات المنزليه هاي اللي ما عليها رقابه، وهذا تم التجديد عليه بمنعه بالضبط. وعدم يعني كانت رساله واضحه للاباء وللامهات بعدم ارسال اطفالهم الى مثل هذا النوع من الحضانات لانها لا تتخذ الاجراءات الوقائيه اللازمه ولا رقابه عليها لغايه الان. نعم بالضبط، هي معدومه الرقابه، ويعني انا ما بضمن كيف اطفالي راح يكون العنايه فيهم. نعم. ما في عليها اي نوع من الرقابه، يعني انا حاطه الطفل على مسؤوليتي يعني بس على وصاية فلانة أو وصاية مثلا حدا معروف. نعم طيب دكتورة أنا بدي أتشكرك وإن شاء الله رسالتك توصل، يعني هذا رأي الجانب الطبي. صحيح. بدنا نذهب إلى رأي آخر. السيدة جمانة مصطفى صباح الخير. صباح الورد، أهلا فيك ستي. إيش بتشتغلي وكم طفل عندك في الحضانة؟ أنا عندي طفلة واحدة عمرها عام ونص وبشتغل. نعم. استشارات، بمعنى أنه أنا زي ما حكت الدكتورة ممكن تأخذ إجازة، أنا ما بقدر أخذ إجازة. نعم. مثلا أنا موقع عقب لازم أسلمه في خلال شهرين. نعم. ففي هاي الحالة أنا ما بقدر أخذ إجازة ولازم ألتزم بالتزام العقدي وما بقدر أخذ إجازة. طيب اليوم لو رحنا سيدة جمانة إلى الضرر اللي ممكن يقع على طفلك بسبب ذهابه إلى الحضانة، أنا بحكي لكم كل الحلول التي وضعتها الحكومة لربما. نعم. الجانب الطبي ولربما الجانب التعليم عن أو وجود الأم العمل في المنزل، وأيضا للصفوف الأولى التعليم عن بعد بعدما كانت على مقاعد الدراسة، هي قرارات متتالية لربما صدم بها الشارع الأردني بعد مدة. ولكن أنا بدي تحكي لي، هل تستطيعي أن تعملي عن بعد في المنزل؟ أنا بقدر أعمل عن بعد، لكن خلينا نحكي بالتالي. نعم. في نوع من الاستهتار بفكرة الأمومة في هذا القرار، فكرة إنك تعتني بطفل عمره في عمر الحضانة بين سنة لثلاث سنوات أو أربع سنوات. نعم. هي وظيفة كاملة بالمناسبة. نعم. يعني هذا الطفل قدراته الحركية كاملة لكن وعيه بخطورة تحركاته غير موجود. نعم. فبالتالي ممكن يتحرك، ممكن يطلع على كنباية، ممكن ينزل، ممكن يحط إشي بتمه، إذا نعسان بده ينكد، إذا جوعان بده ينكد، بده عناية كاملة. وفي معظم العالم الأول بيعتبروا الأمومة وظيفة. والمرأة تستحق في حالة الطلاق لا سمح الله تستحق نصف أموال زوجها لأنها اشتغلت في هذه الأيام، هاي وظيفة. أنا ما بقدر أعتني بالطفل وأشتغل. إما أنه الحكومة بتعتقد أنه الوظائف اللي بتطلع فيها المرأة بالسهولة بحيث يمكن القيام فيها بوجود طفل في هذا العمر، أو أنها بتعتقد أنه الأردنيات نساء خارقات بيقدروا يعملوا وظيفة مكتبية تحتاج تركيز عالي جدا ذهني، تمام، بالإضافة لوجود طفل. يعني عفوا معاذ، أنا بدي أعطيك مثال صغير. نعم. تخيل هلأ عندك طفل هلأ في الاستوديو عمره سنتين، بده ينتش المايك وبده يلف ورا المخرج وبده يسحب السماعة وبده كل ما يحكي الضيف بده يحكي معك، ما بيختلف أبدا الوضع عن فكرة أني أنا أشتغل هلأ ومعي كمبيوتري، لو بدي أفترض أنه عمل مكتبي فقط، عن وجود طفل هلأ عندك في الاستوديو قاعد بلف وبدور وبده يلعب بكل شيء. نعم.
فتخيل بس هاي الحالة بسيطة. طيب بدي منك حل، أنا اليوم لازم نسمع كمان الحلول، يعني إحنا لازم نعطي حلول أيضا للجهات المعنية. إيش الحل برأيك؟ هو الحل اللي عملته جميع دول العالم، إحنا ما حنرجع نخترع المي السخن عفوا. في إجراءات وقاية صحيح. الحضانات ملتزمة فيها. نعم. إحنا مش عباقرة ولا مطلوب منا نكون أينشتاين العالم اليوم ونطلع بحلول جديدة كل العالم تقلدنا. في إجراءات وقاية في الحضانات، حضانة بنتي ملتزم فيها تماما. المربيات لا يمكن يشلحوا الكمامة في وجودهم. البنت لما تفوت كل أغراضها بتتعقم، إيديها بتعقم ورجليها بتعقموا. في شهادة خلو أمراض أخذوها مني أول ما البنت فاتت على الحضانة. فهاي الإجراءات موجودة، ما فيش داعي إنه نتجاهل فكرة كيف العالم عم بمشي أموره في هاي الفترة، وإحنا نبدأ من أول وجديد بدنا نطلع بحل مختلف. نعم. أنا رافضة البدائل لأنه البدائل هي المشكلة. أنت عندك حل تتجاهله وبتحكي لي دبري حالك. أنا بعتقد أن القرار اللي صار تحت عنوان دبري حالك بالمناسبة، مين بيقدر اليوم يروح يودي ابنه كل يوم على مكان؟ وأنا كامرأة عاملة مش مضطرة بالمناسبة يوم أوديها عند صاحبتي، يوم أوديها عند أمي، يوم أوديها عند أختي، مع أنه هاي في الآخر بيوتها، لكن في نفس الوقت أنا مش مضطرة أتعامل مع قرار تبعاته علي وعلى عائلتي وعلى طفلتي بالمناسبة، لأنه الطفل عنده نظام صحي. أنا لو كانت البنت عندي في البيت وهي بتشتغل حضلها تلعب، ما حقدم لها اللي بتقدم لها هي الحضانة، لا نشاطات لا منهجية لا ألعاب، ولا حقدر أخصص لها في هذا الوقت اللي هو وقت عملي بالمناسبة. نعم. نوع العناية اللي بتخصص لها هي الحضانة. نعم، يعني هذا رأي صحيح. السيدة جمانة مصطفى، شكرا لك وصباحك سعيد. نعم، في إضافة إذا بعدها معنا. نعم تفضلي. أحكي شغلة أخيرة. تفضلي. القرار اللاحق اللي فسر كيف تعمل النساء بعد هذا القرار لم يعالج إلا مشكلة المرأة التي تعمل في قطاع حكومي في بشكل مكتبي. يعني الطبيبات زي ما حكت الدكتورة ما حيعرفوا يشتغلوا عن بعد، ولا الممرضات ولا المهندسات. صاحبة الصالون اللي أنا بروح عندها وعندها 5 موظفات كلهم أطفالهم بالحضانة، هذول حيشتغلوا عن بعد. مشاغل الخياطة، وهي في كل مشغل خياطة في على الأقل 30 امرأة عاملة. يعني هذا 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 ما سنتطرق إليه مع السيدة سهر حتى نحكي أكثر عن الموضوع. شكرا لك سيدة جمانة، ونتمنى إيجاد حل. يعني سمعنا رأيين مختلفين، من امرأة يمكن أن تعمل عن بعد وامرأة أخرى لا يمكن أن تعمل عن بعد. اليوم تقييمك لهذا الكلام ولهذه المواقف اللي نعم، هاي مواقف الحقيقية التي نواجهها كل يوم، ولا أخفيك يعني من وقت ما صدر القرار لليوم تليفوناتنا ما هدت، من حالات مثل جمانة، من حالات مثل الدكتورة فاطمة. دكتورة فاطمة، ورح أبلش بالدكتورة فاطمة، هي زي ما ذكرت هي من خطوط الدفاع الأولى، وقطاع الصحي هو من أكبر القطاعات المشغلة للمرأة الأردنية. فإحنا اليوم زي ما حكت الدكتورة، لما بنوقف الحضانات وعندها هي طفلين، كيف تطلع هي تطبب المرضى على أسرة الشفاء؟ كيف تطلع الممرضات إنها بالشفتات المختلفة؟ لأنه بيشتغلوا 3 شفتات. لما أنت بتسكر الحضانات، أو حتى لما ذكرت موضوع الحضانات المؤسسية، الحضانات المؤسسية مش منتشرة بالكامل. نعم صار في عليها شغل كتير، وصار 10 سنوات، بلشنا ب20، اليوم يمكن وصلنا لحد 200، وأوجدنا أيضا نماذج مختلفة. يعني المستشفى التي تعمل فيها الدكتورة فاطمة ممكن أن تتعاقد مع حضانات قريبة، ولكن اليوم سكرناهم كلياتهم وقلنا لهم اطلعوا على الشغل. 3 أشهر وال3 سنوات اللي عندها للدكتورة وين بدها تتركهم؟ وبدها تنقلهم زي ما ذكرت قبل شوي جمانة، قالت بدي أنقلهم من صاحبتي لأم. هون انتشار الوباء. إحنا قلنا سكر الحضانة وبعتوهم عند الجدود، وهلأ إحنا بنعرف خطر الفيروس على السنوات السنين أو الأعمار الكبيرة. فالحلول اللي أنت عمالك بتسألنا عنها اليوم، الحلول في إحنا نماذج مئات وآلاف مثل جمانة وآلاف مثل الدكتورة فاطمة. جمانة بتشتغل بقطاع غير منظم، قالت بشتغل استشارات وعن بعد صحيح. فإحنا فترضنا إنه خلص ممنوع تطلع أنت للفضاء العام، أقعدي في بيتك واشتغلي وديري بالك أنت منك لبنتك. لكن العبء اللي حطيناه على جمانة ممكن بكل سهولة تقول أنا بديش هالعقد، نسحبها من سوق العمل. انت بتعرف انه كل فرصة، وهي ايضا لا تدخل في الحسبة الاقتصادية، كل فرصة عمل بتقديرات منظمة العمل الدولية لعشان تم خلقها في سوق العمل تكلف $50,000.
احنا من وين نجيبهم هدول؟ الاقتصاد امس في خبير اقتصادي طلع امبارح بيحكي لك الاقتصاد بالسالب، يعني عندنا نمو سالب، الاقتصاد استعمل تعبير ينزف وظائف، وكل وظيفة انت عم بدك تخلقها بدها $50,000. وهلأ سكرت الحضانات، النساء كلياتهم رح يقعدوا بالبيوت، وسكرنا ولسه تدهورنا اكثر في ناحية كل الحضانات ملتزمة. يعني اذا بدنا نحكي كل الحضانات ملتزمة بالاجراءات الوقائية، ربما نعم وربما لا، ولكن احنا هل الحل هو معاقبة الجميع وقطع واغلاق القطاع؟ خلينا نحكي بحلول، مش حكيت عن الحلول. نعم أغلق، أعطي فترة للحضانات غير الملتزمة بالالتزام بالمعايير، شدد في الرقابة، المعايير اللي موجودة على كل في عالية جدا والالتزام فيها صعب، بدليل أنه من 1400 حضانة فقط عادوا 400، احنا بنعرف في تقديرات بتقول لك 600 حضانة من وقت الجائحة، غير طبعا التي تراكمت عليها الديون، غير التي تكبدت الخسائر والأجرات، وتركناهم بلا دعم. هذا القطاع غير مدعوم بتاتا، لم يذكر في لا باوامر دفاع ولا غطاء ضمان ولا باي شكل من الاشكال. ولكن خليني احكي اضاءه عشان ما يكونش كلياته داخلين احنا بالكوارث كثير، لازم يكون في نقطه ايجابيه. اليوم الصبح وصلنا خبر انه تم نشر ونظام المرتبط بحمايه، نظام الحمايه المرتبط بتامين الامومه بالضمان الاجتماعي، وهذا النظام المرتبط بمادة 42، هلأ بنحكي شوية تقنيات لكن رح أفصل. صار لنا أكثر من سنة بنشتغل عليه بالتعاون مع الضمان الاجتماعي لدعم الأمهات العاملات المشتركات بالضمان بأجور الحضانات لما تفتح، وأيضا دعم الحضانات المحتاجة لهذا الدعم وفق معايير سيتم تطويرها وفق تعليمات قريبا، وإن شاء الله تم الاستعجال في ذلك. هذا كان واحد من مطالبنا اللي اشتغلنا عليها في صداقة، خصوصا مع بداية الجائحة، إيجاد صناديق دعم للأمهات العاملات المتضررات، لصاحبات الحضانات اللي عم بيفقدوا مصدر عيشهم، وبالتالي خطر انه هاي الامهات ما تقدرش تطلع للعمل. يعني في قرارات لمقدمات الرعايه، في قرارات لصالح الامهات وصالح الحضانات. هذا الصندوق غير مرتبط بالكوفيد، غير مرتبط بالجائحه، هذا كنتوا تعملوا عليه من سنوات ولكن واليوم طبق. نعم، ولكن واجاء تطبيقه بالوقت المناسب صراحه. وسيتم، وهو صندوق مستمر، يعني مش فقط مرتبط هو غير مرتبط، ولكن هو صندوق سيستمر في دعم هذا القطاع ليرجع للنهوض. لكن أنا بدي أدعم القطاع، رح أفقد القطاع فورا اليوم إذا لم نأخذ قرارات مناسبة تسمح للعودة للعمل وفق معايير، لأنه أنا اليوم بسمح أو بغلق المصانع اللي بتوظف 600 و800 عامل وعاملة إذا طلعت حالات، ولكن تعود للعمل بعد 14 يوم. صحيح، هل ستستجيب الحكومة لمطالبكم؟ خلينا نسألهم، وين الكاميرا؟ هل ستستجيبون لمطالبنا؟ برأيك الضغط الشعبي سيولد قرارات قريبة؟ حكيت في بداية الحديث أنه إحنا في دولة مؤسسات، هاي دولة فيها استمرارية للقرار، وهذا ما نطمح له. فإحنا الشغل اللي انشغل لم يتغير كثيراً الواقع، نعم زادت الحالات ولكن المعايير يتم تطبيقها، وممكن التشدد. الرسالة الأخيرة، لا بديل عن عودة الحضانات، لا بديل عن عودة الأمهات أو استمرارهم في سوق العمل، لا يجوز التخلي عن النساء في سوق العمل، يجب أن تدعم هذه الحضانات وفورا ليتم استمرار الاقتصاد والمشاركة في دفع العجلة للنهوض بالوطن من هذه الجائحة التي نعاني منها. إذن هذه قضية جديدة ورأي المواطنين نضعها على طاولة المسؤولين وأيضا الخبراء، كما تحدثنا مع السيدة سهر العلول من مؤسسة صداقة لحقوق المرأة الاقتصادية، وأيضا الضيفتي عبر الهاتف، إحداهما مستشارة وأيضا طبيبة. سمعنا كل الآراء، شكرا لك وصباحك سعيد، نتمنى بقية نهار سعيد لك، ونتمنى الاستمرار في مطالبة بحقوق المواطنين كما تتحدثون بها. صباحك سعيد وشكرا لك. شكرا لكم وشكرا جزيلا على الاستضافة ورحابة الصدر، وطبعا مستمرات في هذا الجهد.